السلام عليكم ورحمة الله. موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. انطلقت في العاصمة نواكشوط أعمال المؤتمر الثامن لرؤساء المحاكم العليا بالدول العربية، وقال رئيس المحكمة العليا في موريتانيا الحسين والناجي في خطابه الافتتاحي إن المؤتمر يجسد حرص المحاكم العليا بالدول العربية على تعزيز المكاسب المحققة على مستوى التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك. ويتضمن المؤتمر على مدى يومين جلسات علمية تناقش القضايا المتعلقة باختصاص المحاكم العليا العربية. أكد الدكتور أحمد بابا والعبد الجليل رئيس النقابة الموريتانية للأساتذة الاستشفائيين والباحثين الجامعيين بكلية الطب خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط أن النقابة لن تتنازل عن مطالبها، وفي مقدمتها تطبيق نتائج المفاوضات مع الوزير الأول واللجان الوزارية في أقرب وقت، ومنح الأساتذة تعويضا طبقا لما اتفق عليه مع وزارة الصحة، إضافة إلى التراجع الفوري عن تصحيح الامتحانات من طرف من وصفهم بالمجهولين. نظم مركز الهدف لخدمات الإعلام والاتصال ندوة بنواكشوط حول الوزير الأسبق الراحل الرشيد والصالح، شارك فيها عدد من الإعلاميين والأساتذة الجامعيين إلى جانب بعض ذوي وأهالي الراحل. وقد أشاد بعض المشاركين في الندوة بعطاء وخبرة الراحل الرشيد والصالح في مختلف المجالات السياسية والإعلامية والتعليمية. ألغت منظمة الصحة العالمية قرارها اختيار رئيس زيمبابوي روبرت موغابي سفيرا للنيات الحسنة، وذلك بعدما أثار الكثير من الجدل ولقي رفضا من طرف عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا. ويتلقى موغابي البالغ من العمر 93 عاما العلاج من حين لآخر بمستشفيات سنغافورة، وهو ما يعتبره معارضوه مؤشرا على تدهور القطاع الصحي في البلاد. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. الثالثة موجز إخباري بحول الله، دمتم في أمان الله.